شوفونا بالعالم كله سوا. تحية لكم بالرب يسوع بها النهار المبارك. من خلال الإنجيل يلي سمعناه اليوم في عنا عدة شخصيات عم بيضوي عليها. أكيد الشخصية الأولى هي شخصية يسوع يلي هو الأساس. الشخصية الثانية هي شخصية مرتا، والشخصية الثالثة هي شخصية مريم، الشخصية الرابعة هي لعازر، والشخصية الخامسة هن الناس يلي كانوا عند مرتا ومريم عم بيعزوهن بوفاة خيهن. وإذا بدكن كمان في عنا شخصية الرسل يلي كانوا موجودين مع يسوع ومرافقينه ليسوع. مريم ومرتا ولعازر هن من الأشخاص المقربين ليسوع المسيح، وهذا الشيء شفناه بالإنجيل إنه يسوع كان يزورهم، يسوع كان يروح لعندهم. وأكيد شفنا وسمعنا الحوار يلي دار بين مرتا وبين يسوع. مرتا يلي كانت مهمومة معجوقة إنه جاي لعندهم يسوع، بدها تهتم كيف بدها تحضر. ومريم كانت عند أقدام يسوع وكانت عم تسمع للكلام يلي هو عم بيقوله. فبتجي لعنده مرتا وبتقول له: يا رب إلا لأختي، خليها تقوم تساعدني، مش عم بتحس. قال لها: مرتا مرتا، تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب هو واحد. فإذا من هون منشوف إنه هالعلاقة يلي كانت تربط بين يسوع المسيح وبين هالعيلة هيدي يلي كان يتردد لعندهم. الحدث يلي صار انه لعازر مات، ولعازر هو صديق يسوع. وهون منشوف مرتا يلي لقيت يسوع على الطريق امبارح، ومريم الإنسانة يلي كانت عم تسمع لكلام الرب، عم بتقول له ليسوع: لو كنت ها هنا لما مات أخي. نوع من عتب يمكن، إنما المهم ردة فعل يسوع يلي بيقلنا عنا الكتاب المقدس إنه يسوع اتأثر ويسوع بكي. وهون شغلة كتير ضرورية نحن نعرف إنه يسوع المسيح هو إنسان كامل شابهنا بكل شيء ما عدا الخطيئة. يعني هو إنسان كان في عنده أحاسيسه، كان يضحك، كان يفرح، كان يبكي، كان يحس مع الناس، كان يتطلع بالأشخاص المنسيين وبالأشخاص المرضى وبالأشخاص المرميين على حافة الطريق، وكان يدخلهم ويرجع يردهم لقلب الجماعة. فإذا هو إنسان مثلنا. إنما الشيء الوحيد يلي يسوع تميز فيه عن البشرية كلها سوا إنه هو لم يعرف الخطية. بهالحدث هيدا يلي نحن عم نشوفه، عم نشوف بيسوع الطبيعتين، عم نشوف الطبيعة الإلهية وعم نشوف الطبيعة الإنسانية. لأنه نحن من آمن إنه بيسوع المسيح في طبيعتين، في طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية. الطبيعة الإلهية هو ابن الله يلي بيحكي عنه يوحنا وبيقول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، والكلمة هو الله. بسلالة يسوع المسيح يلي بيحكي فيها وبيبلش من الله. أما سلالة يسوع البشرية يلي بيحكي عنا لوقا ويلي بيحكي عنا متى، متى بيقول: إبراهيم ولد إسحاق، إسحاق ولد يعقوب، وبيبلش من السلالة حتى يوصل ليوسف، حتى يقلنا أنه يسوع المسيح هو من نسل بشري. لوقا بينطلق من آدم، أو بينطلق من يوسف حتى يوصل لعند آدم، حتى يقلنا أنه يسوع المسيح هو آدم الجديد يلي جاي حتى
يصلح غلطة آدم ويرجع يرد الإنسان لنفس المكان يلي كان موجود فيه، يلي هو حالة النعيم وحالة الفرح يلي ربنا أوجد فيه الإنسان قبل الخطية. مشان هيك اليوم بهالنص هيدا عم نشوف في طبيعتين بيسوع المسيح. الطبيعة البشرية هي الطبيعة يلي تأثرت، هي الطبيعة يلي بكيت، هي الطبيعة يلي حزنت، مثل ما نحن منحزن ومثل ما نحن منبكي لما منفقد أي عزيز علينا. أما الطبيعة الثانية هي الطبيعة الإلهية، وهون ضروري نفهم وضروري نركز على هالنقطة هاي. يسوع المسيح عم ببين هون إنه هو منه نبي مثل بقية الأنبياء. يسوع المسيح يتكلم كمن له سلطان، وبالكلام يلي عم بيقوله يسوع المسيح عم بيقول إنه أنا الله. وهالشي هيدا واضح تماما بالشي يلي صار مع لعازر. الرب هو يلي بيعمل كل الأعمال الفائقة الطبيعة، أما الأعمال الطبيعية هن الأعمال يلي بيقدروا إنهم يعملوها البشر. إذا برجع أنا وياكم ومنطلع العمل الفائق الطبيعي يلي عمله ربنا أول شيء الخلق، من بعد الخلق منوقف عند التبشير يلي صار على عبر التاريخ، التبشير النساء العواقر يلي مش ممكن إنهم يحبلوا، وكان في تدخل إلهي، وهالتدخل الإلهي كان هو تحضير إلى مجيء الرب يسوع. يسوع تدخل بحياة مريم العذراء وقال لها الروح القدس يحل فيك وقوة العلي تضللك، لذلك المولود منك يدعى ابن الله، هيك قال الملاك. فإذا من هون منشوف إنه ربنا تدخل بطريقة فائقة الطبيعة. الطبيعة مش ممكن تقدر إنه امرأة لن مزوجة وما بتعرف رجال إنه تكون هي حامل وتبقى عذراء قبل الولادة وفي الولادة وبعد الولادة. هيدا هو الشيء يلي بيميز مريم العذراء. مشان هيك التدخل الفائق الطبيعي ربنا هو يلي بيتدخل فيه. وهون منشوف في تدخل فائق الطبيعة يسوع هو يلي عم يتدخل فيه. هالزلمة هيدا ميت، وميت، واليوم علميا نحن منعرف إذا الواحد بيموت دقيقة أو دقيقتين وبيوعوا بيطلع مضروب، ويا أما بينضرب دماغه، ويا أما بيصير في معه عطل بجسمه، يا أما بيصير في عنده شغلة بيطلع مضروب. هيدا علميا، بشريا، حسيا، بالطريقة يلي نحن منشوفها. فهيدا الإنسان الميت ميت من 4 أيام، وبتجي أخته مرتا بتقله ليسوع لقد أنتن، طلعت ريحته. يعني شو بدك تعمل؟ إذا منلاحظ في شغلتين هوني، في عمل بشري وفي عمل إلهي. العمل البشري يسوع بيقول لهم زيحوا الحجر. الناس بشريا بيقدروا يزيحوا الحجر، أما يسوع بيطلع بيصلي أكيد للآب السماوي وبيقول له لعازر هلما خارجا. يتكلم كمان له سلطان. الأنبياء بالعهد القديم كانوا يسموهن فم الله. هودي الأشخاص كانوا يحملوا كلمة الله ويجوا بيقولوا الله بيقول 1، 2، 3، كانوا حاملين فم الله، كانوا يبشروا بالكلمة يلي ربنا يقولها. أما يسوع المسيح يتكلم كمان له سلطان، قيل لكم أما أنا فأقول. قيل لكم بالماضي العين بالعين والسن بالسن، أما أنا فأقول من ضربك على خدك الأيمن دل له الأيسر. فإذا إجا يسوع المسيح حتى يكمل كل النقص يلي كان موجود بالعهد القديم، وما حدا كان قادر يكمل هالنقص يلي كان موجود بالعهد القديم إن لم يكن الله. فإذا هذا أكبر دليل إنه يسوع المسيح هو الله. والأهم من هاي شو بيقول لمرتا؟ بيقول أنا القيامة، من آمن بي وإن مات فسيحيا. فإذا هذه الكلمة مش مين ما كان بيقولها، يسوع بيقول أنا الطريق، أنا الحق، أنا الحياة.
ما قالنا أنا طريق، ما قالنا أنا حق، ما قالنا أنا حياة. كل شيء حصلوا فيه قالنا أنا الطريق. يعني اليوم نحن لما بكل كلمة لما منجي منزد لألف لام معناتها الكمال. الله هو الحب، أما أنا بحب ما بقدر يكون الحب. الله هو الكمال، أنا بسعى أن أكون كامل بس مش ممكن يكون أنا الكمال. الغلطة الكبيرة اللي نحن بنقولها أنت معك الحقيقة، يا جماعة الحقيقة مش موجودة مع حدا، الحقيقة هي لله ألف لام. أنت معك حقيقة، ما معك الحقيقة. نختلف بين بعضنا، أنت معك الحقيقة، لا أنت معك الحقيقة، لا يا حبيبي، لا أنت معك الحقيقة ولا أنت معك الحقيقة، أنت معك حقيقة أو قسم من الحقيقة، لنص لأنه نص الحقيقة اللي أنت بتعرفها هي كذبة. لأنك أنت ما بتعرف الحقيقة، أنت بتجير الحقيقة مثل ما بدك. حتى الناس يقولوا لك معك حق، بس مش معك الحق، الحق هو لله. فإذا يسوع عم بيقول لنا على الطريق، مش منيجي نحن مننبش على طرقات تانية، مش نحن منستسلم لأنه بدنا نراعي خواطر، لأنه نحن عايشين بهالبلد منكسر من قيمة مسيحيتنا ومسيحنا بس كرمال الآخرين. لا يا حبيبي، ما في خلاص إلا بيسوع. هو قال أنا الطريق وأنا الحق وأنا الحياة، ما قالش أنا أنه أنا زروب من هالزوريب يلي بوصلك للحقيقة يلي بوصلك للحياة، قال لك ما في غيري، أنا هو النور الحقيقي، ما في نور غيري. يلي بده يمشي بعكس النور هذا الشخص بده يكون يا أما ماشي بالظلام، يا أما بده يكون أعمى، وبالنهاية مش بس بده يكون أعمى لحاله، بده يوقع ويوقع الأشخاص اللي موجودين معه. وهذا هو الشيء اللي نحن عم نعمله اليوم. نحن ماشيين وراء عميان، هالعميان هودي عم بيقودونا للهلاك، وتركين النور ماشيين وراء بصبوص مفعالة. هذا إذا في ضوء عم بيكونوا بصبوص مفعالة إذا موجودين يعني، وماشيين وراهم نحن، ونحن مش عم نعرف إنه الضوء الحقيقي يلي هو يسوع المسيح ماشي قدامنا، ونحن عم نغمض عيوننا عنه وعم نقوله نحن ما بدنا إياك. مشان هيك إخوتي الأحبة، يسوع يلي عم بيقول عنه عن حاله هو القيامة، عطانا مفهوم جديد للحياة وعطانا مفهوم جديد للموت. فإذا أنا بحياتي إذا مشيت مع النور يلي هو يسوع المسيح، أنا بمماتي بدي يكون بالنور. أنا إذا مشيت مع الحقيقة يلي هو يسوع المسيح، أنا بمماتي بدي يكون مع الحقيقة. نحن لما منولد منولد ثلاث مرات ومنموت ثلاث موتات. أول موت بموت الولد لما بيكون ببطن أمه، بيكون موجود وعايش، بيموت من بطن أمه حتى يولد للحياة، مظبوط؟ هيدي أول ولادة يلي نحن منسميها الولادة البشرية أو الولادة الآدمية. الولادة الثانية والموت الثاني هو موت المعمودية. يعني أنا من بعد ما أولد ولادة آدم أنا محتاج لولادة ثانية. هالولادة الثانية يلي أنا بولدها هي ولادة المعمودية يلي أنا بموت فيها مع يسوع المسيح، ومن بعد ما موت مع يسوع المسيح أنا بقوم مع يسوع المسيح وبصير إنسان جديد، مولود ولادة جديدة. هذا معنى المعمودية. فإذا بأول ولادة الولد بيبكي لأنه فايت على العالم ما بيعرفه، ونحن منضحك صار في عندنا ولد. وبتاني ولادة الولد بيبكي، وإذا ما بيكي بتقرصوه، ونحن منبسط نحن منفرح. أما الولادة الثالثة اللي هي ولادة الموت، هو بيضحك ونحن منبكي. هو بيضحك لأنه وصل للحقيقة، هو بيضحك لأنه وصل للرب يسوع، لأنه وصل للنور يلي كان عم بينبش عليه، لأنه وصل وشاف النور. مشان هيك مربورس بيقلنا فوق ما في وجع ما في ألم، في فرح دائم بالتنعم مع الرب يسوع. مشان هيك أخوتي الأحبة، الموت مع يسوع المسيح مثل الحياة مع يسوع المسيح، طالما هو الطريق بحياتي هو فرح دائم
أنا بكون عم عيشه، لأنه نحن مش شو ما كان، نحن قديسين، ربنا اختارنا أنه نكون أبناء لإله وماشيين على طريقه. حتى أنهي أنا وياكم، رح أخبركم خبرية. تعبتوا؟ بيخبروا عن هون اللي اخترعوا المراية. أول ما اخترعوا المراية، في هون زلمة معه شوية مصاري، ما حدا كان شايف المراية أبداً، سمعوا إنه في شيء اسمه مراية. هون زلمة معه شوية مصاري، بيروح وبيدفع حتى يشتري المراية. لما بياخد المراية بيطلع فيها، ما بحياته شايف وجهه، لأنه ما في مراية. بيطلع أول مرة بالمراية بيشوف وجهه، بس ما بيعرف إنه هيدا وجهه. بيقول ايه هاي هي المراية، صورة بي، بس منيح هيك أنا كل يوم بتطلع بصورة بي، بفرح فيه أنا، هيدا بي فل صار موجود بغير الدنيا، بس أنا هيك بتنعم بصورة بي. صار قبل الصبح يتطلع بهالصورة ويحكي مع بيه، ومن عشية ياخد هالصورة ويحكي مع بيه. مرته افتكرت انه الزلمة عم بيخونها، تركته حتى راح على الشغل. بتروح بصير تنبش، بتلاقي المراية بتطلع فيها، بتشوف صورتها يلي ما بحياتها شايفتها، بتقول هيك بعد 25 سنة عم بتخونني، وبتحمل حالها وبتروح لعند الأبونا. قالت له يا أبونا، تصور بعد 25 سنة عم بيخونني. قال لها كيف عرفتي يا أختي؟ قالت له تفضل طلع بالمراية. بيطلع الأبونا بالمراية بيقول لها أختي، قالت له شوف والله مرة موجودة بالمراية. بيطلع الأبونا بيقول لها أختي هذه مش مرة، هذه صورة مار شربل، لأنه شايف صورته. قال لها بما أنه هذه صورة مار شربل، خليني نروح أنا وياكي ونزيح الصورة بالكنيسة. راح الأبونا بده يزيح الصورة بالكنيسة، ولما رفع الصورة كل الناس اللي موجودين صرخوا قالوا له يا أبونا هيدي مش صورة مار شربل، هيدي صورة جميع القديسين، لأنه كل واحد منهم كان عم بيشوف صورته بقلب المراية. وهيدي هي نحن حياتنا مع يسوع المسيح. حياتنا مع يسوع المسيح هي مراية عم تعكس صورته وعم تعكس وجهه للناس كلها سوا. مشان هيك نحن مدعوين انه نكون ماشيين بالحقيقة حتى صورة يسوع المسيح تكون عم تنعكس حقيقة على العالم. نحن مدعوين انه نكون ماشيين بالنور حتى نور يسوع المسيح يكون عم ينعكس للعالم. نحن مدعوين انه نكون ملح الارض يلي قالنا هو يسوع انتو ملح الارض، حتى النور هيدا يكون عم ينعكس بحياتنا على الاخرين. إن شاء الله إخوتي الأحبة كلنا نكون استفدنا من هالإنجيل، من هالشخصيات، من هالكلام يلي عم يعطينا هو الرب يسوع، ونكون نحن عم نفرح معه إلو المجد للأبد. آمين. نؤمن بإله واحد.